أعلن سعادة محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة عن نتائج التقرير الختامي لأعمال المجلس التنسيقي في دورته الثانية التي بلغت مدتها أربع سنوات حيث حقق المجلس جملة من المنجزات التي أضافت رصيدا هاما لمسيرته أكد سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظي محافظة العاصمة أن نتائج عمل المجلس التنسيقي التابع للمحافظة في دورته الثانية لعام 2018 التي استغرقت أربع سنوات قد شهدت تجاوباً وتفاعلاً بفضل العمل التشاركي والتنسيقي القائم بين المحافظة والجهات ذات العلاقة من جهة مع المحلي من جهة أخرى. بداية أحب أني أشيد بقرار صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان في تشكيل المجلس التنسيقي، واللي إحنا اليوم آخر إجتماع في الأربع دورتنا الأربع سنوات انتهى. ولا شك أن هذا المجلس له دور كبير في متابعة إحتياجات الأهالي في المناطق. وإحنا خلال أربع سنوات رفعنا 356 توصية للجهات المعنية من وزارات وهناك تجاوب 64% مع هذه التوصيات واللي يدل على تجاوب الوزارات ومن أجل خدمة الأهالي والمقيمين في محافظة العاصمة قدمنا 139 تقرير خلال هالاربع سنوات ولا شك انها دوره حافله وحبيت اشكر جميع الاعضاء ممثلين الوزارات والهيئات وكذلك ممثلين الاهالي على دعمهم لنجاح هذا الدوره لا شك نجاح كبير تمت مناقشة وعرض 139 تقريرا في مجالات خدمية واجتماعية وأمنية متعددة بإجمالي عدد اجتماعات بلغت 44 اجتماعا طوال السنوات الأربع الماضية مجلس متميز حقيقة بأدائها ومخرجاته وكلنا نعمل كفريق واحد أعتقد كل التوصيات هذه تدعم حقيقه العمل الخدمي والاجتماعي والفني في في محافظه العاصمه وقد اعتمد المجلس التنسيقي 356 توصيه تم رفعها جميعا الى الجهات المعنيه لدراستها والنظر في امكانيه تنفيذها اللي تم انجازه يعتبر نسبه كبيره في مدة الأربع سنوات اللي قضيناها في المجلس والطموح طبعا كبير أتمنى عدة نقاط لازم تنظر في المجالس القادمة خاصة وقوف السيارات توفير مواقف أكثر في العاصمة لأن هذه الحلول بتؤدي إلى نجاح أكبر للبحرين يذكر أنه تم تنفيذ 28% من التوصيات، في حين وصلت نسبة التوصيات التي هي قيد التنفيذ إلى 35%، أما فيما يتعلق بالتوصيات غير المنفذة فقد بلغت نسبتها 37%، ما يعني أن ما نسبته 64% من إجمالي التوصيات المرفوعة إلى الجهات المعنية خلال الدوره الثانيه حوضيت بالتجاوب والتفاعل ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين